مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في برنامج كنا هنا. نحن اليوم في مدينة سرقسطة الإسبانية، وسنزور قصرا لم يقف صامدا في وجه الزمن فحسب، بل أصبح جزءا من تاريخ إسبانيا الحي. نزور قصر الجعفرية، فابقوا معنا. مدينة سرقسطة شمال شرقي إسبانيا، على بعد أكثر من 300 كيلومترا عن العاصمة مدريد. تسمى اليوم ثراغوثا، وهي العاصمة الإدارية لكل من مقاطعة سرقسطة ومنطقة أراغون التي تتمتع بالحكم الذاتي في إسبانيا. تشرف المدينة على نهر إبرو، ووصفت عبر التاريخ بأنها من قواعد الأندلس، وتتمتع بسعة شوارعها وحسن ديارها وانتشار البساتين فيها. تعرف المدينة أيضاً باسم المدينة البيضاء، وتنتشر فيها الكنائس والكاتدرائيات الفخمة، من بينها كنيسة البيلار التي تعد أكثرها شهرة. يعود تاريخ المدينة إلى أكثر من 2000 عام، احتضنت خلالها 4 حضارات، هي الإيبيرية والرومانية والإسلامية والمسيحية، وفتحها المسلمون على يد القائد موسى بن نصير سنة 714 ميلادية، أي بعد 3 سنوات من عبور مضيق جبل طارق. وفي المدينة يتربع قصر الجعفرية، شاهداً حضارياً على عبق الحضارة الأندلسية وجمال الفن المعماري الإسلامي وعظمة الحضارة العربية الإسلامية التي سادت هناك نحو 8 قرون. قصر الجعفرية أبرز معالم سرقسطة الأثرية وأحد أكبر مفاخرها، شيده في القرن 11 الملك أبو جعفر أحمد بن سليمان بن هود الملقب بالمقتدر، أحد ملوك الطوائف الذي حكم ثغر سرقسطة. يعد القصر اليوم أهم نموذج للفن الذي وصل إلينا من عهد ملوك الطوائف، وكان يعرف أيضا باسم قصر السرور، وقد أحاطه أبو جعفر بحدائق غناء وبساتين خضراء شكلت مع نهر إبرو لوحات فنية باهرة. يحيط بالقصر سور كبير يحتوي على عدة أبراج دفاعية اسطوانية وبرج داخلي مستطيل الشكل، ويرى بعض الباحثين مثل بافون مالدانو في المظهر الدفاعي للقصر تشابها مع القصور الأموية التي بنيت في الصحراء. ويتميز فن القصر المعماري بأنه فسيفساء هندسية إسلامية تضافرت فيها جماليات الفن الإسلامي الدمشقي والبغدادي والمغاربي، فتآلفت هذه الفنون مع عبقرية الهندسة في قرطبة وغرناطة لتشكل في تناغمها ملحمة هندسية تسحر العيون بعبقريتها وسحرها. يتميز محراب القصر بأجمل النقوش والرسوم الفنية الساحرة، حيث يقف المرء مشدوها بالجمال المطلق الذي يومض في كل زاوية،
وينهض في كل موضع. إن المحراب وإن لم يكن قد اكتمل ترميمه، وإن كان معتما بعض الشيء ولا يمكن الدخول إليه، فهو يفيض في الواقع روعة وينقل زائره إلى الماضي المجيد، لا سيما أنه بقعة لم يعبث بها الكثير ولم ترضخ لتغييرات الزمن، لتكون بذلك أصدق شهادة تنطق بكل تفاصيل تلك الحقبة. ويتضمن القصر صالة سميت بصالة الذهب لما تتسم به من سحر وجمال، فيما زينت الجدران بنقوش جمالية والسقوف بفسيفساء إسلامية، ونقشت على بعض القباب والجدران آيات قرآنية كريمة بأجمل الخطوط العربية، كما نقشت عبارة الملك لله في قاعات القصر العليا على نمط عبارة لا غالب إلا الله المنقوشة في مختلف قاعات قصر الحمراء ودهاليزه الجميلة. يتوسط المبنى فناء كبير يسمى بفناء القديسة إيزابيل، تحده أروقة ذات عقود وغرف مستطيلة الشكل، وهو فناء ذو مخطط داخلي متصالب شكل بواسطة ممرين مرتفعين يلتقيان في مركزهما. تزين الطابقة الأرضية من القصر العقود المتشابكة الموحدة بعقدة كبيرة دائرية، والعقود المنكسرة متعددة الفصوص التي تستند على أعمدة رفيعة. كما نجد أيضا مشربيات نفذت بأشكال سداسية، ونجوم ثمانية الرؤوس ينتهي كل منها بشكل معين. بعد سقوط سرقسطة سنة 1118 على يد ألفونسو الأول ملك أراغون، أصبح القصر مكان إقامة الملوك الكاثوليك الذين أدخلوا تغييرات في الطابق العلوي. وفي عام 1485 اتخذته محاكم التفتيش مقراً لديوان التحقيق الأرجواني، وفي عام 1492 أدخلت إليه تغييرات جديدة لجعله قلعة عسكرية، ثم تم تحويله إلى ثكنة عسكرية، وصاحب كل ذلك هدم وتغييرات وطمس للمعالم الإسلامية في شتى أرجاء القصر. وفي القرن العشرين أدركت إسبانيا الأهمية الحضارية والثقافية لقصر الجعفرية بوصفه شاهداً على الحضارة العربية الإسلامية، فأعلن نصباً وطنياً تاريخياً وحضارياً، وبدأت عمليات ترميمه بعد سنوات في عام 1974 لإعادة تزيينه بصورته التراثية الأندلسية. وتتخذه اليوم منطقة أراغون مقراً لبرلمانها الذي يتقاسمه مع ملايين السياح والزيارات التربوية والمدرسية، فتضاء أرجاؤه بضحكات الأطفال ومرحهم بين جنبات سحره المعماري. إلى هنا تنتهي حلقة اليوم، شكرا لمتابعتكم الكريمة وإلى اللقاء.